ميلاد ضغط جاء، ميلاد الدور الإنجازي، قطع خدمات، سيولة مادية مهمة تزيد عن 50 مليار درهم، مؤسسات مالية مغربية كلها في المغرب باستثناء اثنين، 9 مؤسسات، وكل مؤسسات لها عشرات الفروع الإقليمية. ولكن الواقع يخالف هذا الرؤية. مدينة فعلا تختلف عن المجال من حقائق المعطيات. جميع المدن المغربية تتكون من 3 مراحل، المدينة العربية، المدينة الأوروبية، والمدينة المغربية. على سبيل المثال مدينة فاس، مدينة عربية بوجود، مدينة مغربية شارب واحد من خلال الشاسع الثاني، مدينة مغربية حيزة زاحل السعداء. بالنسبة للبلاصة، باب الحد، مدينة عربية، شارع واحد من خلال الشاسع الثالث، مدينة أوروبية، في بين باب حيز السويس الحين، مدينة مغربية. بالنسبة للنظر، الوضع يختلف. مدينة النظر لا تتوفر على مدينة عربية، بها مدينة أوروبية. مدينة أوروبية تبتدئ من ثانوية الشارع واحد إلى بلدية قديمة، مرورا بحسن الأول وإلى أوتيلي. مدينة مؤسسات تصميم حضاري، مرافق اجتماعية مهمة، إدارة، سوق، سينما، مسرح، مساجد إلى غير ذلك. هذه المدينة الأوروبية. المدينة المغربية تبتدئ من حي عبد الشيخ، حي العقيق، حي البلقاء، حي الجناب، حي الإلقاء، إلى من المسؤول عن هذا المجال هذا؟ وهل هذه الأحياء في حد ذاتها مدن؟ وهل هذه الأحياء في حد ذاتها ستستقبل الزوار؟ إذن فالمدينة غالبا أين هي جمالية المدينة؟ إن السائح أول، أول ما هو السائح؟ السائح هو الشخص الذي ينتقل من منطقة إلى أخرى لأزيد من 24 ساعة، هو سائح. فأول بصفتي أنا شخصيا سائح، أول شيء يتعلق به أثناء وصولي إلى المنطقة البحث عن الفندق، وحين أصل إلى المنظر أين سأجد الفندق؟ إذا أول شيء يبحث عنه السائح هو الفندق، يذهب عاد يشوف البرنامج ديالو في قلبي ولا في قلبي. إذا بصفتي أنه المدينة التوفر على جميع الوحيدة الطبيعية والبشرية والبلدية وكل المجتمع الاجتماعي والنخبة المثقفين كما أنهم مجتمعون قادرين على حل كل المشاكل المرتبطة أو المتعلقة بالمدينة. إذا صناعة السياحة بشكل تكون أولا بجمالية المدينة. حينما نقول جمالية المدينة نتحدث عن النظافة، ثم نتحدث عن جمالية العمران. فحين عن الشيخ مثلا في زقلات سيرة الرمان سيارة زقة فيها بيت زقة ممكن تظل أحضر من يوم زقة أنباس تتفرش، ثم تزيح مرافق التجارية والاجتماعية. ممكن أن تقوم أحدى السدن قامت عام حدا السنن قيد القاضي مدرسة حرة حدا نجار مديش تحياء مظلم حين استماعي جارية المخدمات في الحيطين لما نجي سميع نشوف هذا حين خاص حين استماعي المخدمات سياحية هي الفنادق هي المطاعم هي السوبر غادي يبقى يقلل زبقة مش القانون ما غاديش يقولوا له يسير فلان من فلان في المقاعد،